السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم كل خير. معكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. بإذن الله تعالى عرضنا لكم اليوم عبارة عن بناية في منطقة كوناكلار. طبعا منطقة كوناكلار هي المنطقة اللي تسير مقابل مطار مدينة طرابزون، وتحديدا نبعد عن المطار 25 متر فقط، وأيضا عن الشارع الرئيسي 20 متر فقط، فنعتبر في منطقة مركزية جدا قريبة من جميع الخدمات. طبعا الخدمات اللي قريبة مننا عندنا المسجد، الجامعة، بالإضافة إلى الكافيهات، المطاعم، بالنسبة للاحتياجات اليومية عندنا الماركت، عدة ماركتات قريبة من المنطقة. وأيضا ما ننسى أنه عندنا المواصلات أيضا سهلة جدا، بحكم أننا نبعد 20 متر فقط عن الشارع الرئيسي. عندنا مواقف الباصات اللي تودي إلى مركز المدينة، والمنطقة الثانية اللي هي منطقة يمرة اللي فيها جواهر مول والفنادق اللي موجودة في المنطقة هناك. طبعا نتكلم عن العرض اللي احنا موجودين فيه الآن. هاي البناية اللي انتم شايفينها خلفي فيها ديكور أو واجهة خارجية جميلة جدا، اللون الأبيض، بالإضافة أنه في جامات، يعني الغرف أيضا فيها إطلالات جميلة على البحر، وفيها جامات واسعة بحيث أنها تأخذ إضاءة جيدة وتصير فيها إطلالات جميلة. طبعا نتكلم عن مساحة الأرض. مساحة الأرض 307 متر مربع، فيها بناية مبنية على مساحة تقريبا 110 متر مربع، ارتفاعها تقريبا 5 أدوار، فيها 7 شقق، 2 منها غرفة وصالة، و5 منها شقق غرفتين وصالة. طبعا هاي الشقق جميعها تقدر تستخدموها كنظام فندقي، وفي نفس الوقت أيضا جميع الشقق، يعني كل شقة لها عداد كهرباء منفصل، ماء، غاز طبيعي، كلها منفصلة عن بعض إذا حابين أنكم تستخدموها كشقة شقة مثلا. طبعا الموقع اللي أنا موجود فيه الآن، هاي مساحة الأرض، هذه جلسة خارجية أو منطقة خارجية تقدر تحطوا فيها جلسات، ترتبوها بالطريقة اللي انتم حابين فيها. طبعا مسورة بالكامل وفيها إضاءات مثل ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله، منطقة كبيرة جدا. طبعا أسفل المنطقة اللي أنا واقف فيها الآن عندنا مواقف سيارات مغلقة. مواقف السيارات المغلقة مساحتها ما يقارب 200 متر مربع، لها مدخل خاص تقدروا توقفوا السيارات، أو بالنسبة للنزلاء مثلا إذا استخدمتموها كفندق يقدر يوقفوا السيارات أسفل البناية ومنها يطلعوا بالمصعد مباشرة إلى الشقق. طبعا الموقع جدا مميز، والاستثمار في هاي المنطقة جيدة، لأن المنطقة هذه فيها عدة أبارتات وفنادق مصغرة بالشكل هذا، ودائما ما شاء الله تبارك الله في الصيف وتكون مزدحمة. طبعا في شارع قريب مننا يسموها شارع المطاعم والكافيهات، قريبة من جامعة طرابزون أيضا، احنا نبعد عنها ما يقارب 200 متر فقط، فبالتالي المنطقة صايرة مخدومة جدا. طبعا هنا مواقف السيارات، المدخل تبع مواقف السيارات، وخلفي تقدروا تشوفوا المحل هذا، طبعا مساحتها كبيرة جدا راح اشرحها لكم الآن بالتفصيل. نقدر نستخدمها كلوبي أو تقدروا تأجروها لشركة معينة أو تستخدموها بالطريقة اللي حابينها. تفضلوا معنا خلينا اشرحها لكم. طبعا وصلنا الآن لمنطقة، طبعا هو محل تجاري، لكن في حال إذا حبينا نشغل البناية كفندق نقدر نحولها إلى لوبي، أو نحولها مثلا جزء منها يكون لوبي، جزء منها يكون على شكل كافي مصغر، أو أنه يكون مطعم مصغر، لأنه عندنا جلسات كبيرة برا مثل ما شرحناها لكم. هنا طبعا تمديدات الكهرباء كل شيء مجهز، نقدر نعملها كمكتب. مساحة جدا جدا كبيرة ما شاء الله تبارك الله، ومن هنا المدخل للبناية. فبالتالي مثل ما ذكرت لكم المنطقة هذه إذا حابين تستخدموها أو تأجروها مثلا كمحل ممكن، أو أنكم تستخدموها كلوبي ممكن، أو أنكم تستخدموها كلوبي مثلا مصغر أو مكتب تخدم البناية مصغرة، وفي نفس الوقت أيضا يصير كافي أو مطعم بحيث أنكم تحطوا فيها جلسات، والجلسات خارجية طبعا تقدروا تستخدموها بالطريقة اللي حابين تسووا فيها. المنطقة هذه اللي موجودة هنا دورة مياه، ممكن نسكر المنطقة هذه عن طريق خشب مثلا ولا بديكور جميل، تصير دورة مياه داخلية، بالإضافة أنه هنا نقدر نركب مغسلة تكون خارجية غير المغسلة اللي موجودة داخل دورة المياه. وأيضا هنا عندنا نظام الغاز الطبيعي أيضا مددينها لللوبي، يعني نقدر نستخدم، طبعا ما فيها تكييف لذلك نقدر نحط جهاز الغاز الطبيعي ونقدر ندفي المكان، لأنه تمديدات التدفئة كلها موجودة. طبعا هذا المدخل اللي راح يدخلنا للدرج، ومنها نقدر نطلع من المصعد نشوف الشقق. تعالوا معنا نشوف نموذج غرفة وصالة بالإضافة إلى نموذج غرفتين وصالة.
طبعا احنا الان في اخر طابق، الطابق الخامس. مثل ما ذكرنا لكم انه عندنا شقتين اللي هي نظام غرفه وصاله، وخمسه شقق نظام اللي هي غرفتين وصاله. طبعا جميع الشقق مثل ما انتم شايفين هنا عندنا نظام الكرت مثل الفنادق. طبعا البنايه مؤسسه على انها فندق، تقدروا تستخدموها كفندق، تصاريحها موجوده، تصريح الاسكان موجود، المنطقه يعني مميزه جدا وممكن تعملوها فندق. طبعا نظام الكاميرا ايضا موجوده اللي هو الانترفون. وعندنا ميزه جميله جدا انه عندنا نظام التدفئه والتبريد مركزي اللي هو نظام التكييف المركزي، فبالتالي المطور حاط المكيفات لجميع الشقق، وايضا المنطقه فيها الغاز الطبيعي. في حال اذا حبيتوا انكم تحولوا التدفئه للغاز الطبيعي هذه ايضا ممكنه، لانه الغاز الطبيعي موجود في المنطقه وتاسيساتها ايضا موجوده في البنايه، فبالتالي تقدروا تخلوها اما على التكييف لانه نظام التكييف عندنا حار وبارد، او انكم تحولوها الى الغاز الطبيعي، فهذا اختيار الشخص اللي راح يشتريها. طبعا هنا وحده التحكم في التكييف، وهنا عندنا نظام الانتركوم بالكاميرا، والابواب جميعها بالبطاقات. طبعا هاي منطقه اول ما ندخل تعتبر مثل المجلس، تقدروا ترتبوا فيها جلسه جميله. وبعدها هنا على اليمين مباشره عندنا دوره المياه، تفضلوا معنا. طبعا فيها الكلوزيت بالإضافة انه عندنا هنا المغسلة، وايضا عندنا المروش، يعني دورة مياه متكاملة تقدروا تشوفوها معنا. صراحة تشطيبات جميلة، اللمسات، تناسق الألوان، الأبواب ايضا أبوابها يعني جميلة، وهي اللي هي الخشب. تفضلوا معنا هذه الغرفة. طبعا مساحة الغرفة جيدة ومناسبة، نقدر نحط هنا السرير، وهنا ممكن يكون في دولاب صغير مثلا. مثل ما ذكرت لكم تمديدات الغاز الطبيعي واصلة في جميع الغرف والممرات، تقدروا تركبوا أجهزة التدفئة وتقدروا تحولوا تدفئة البناية للغاز الطبيعي، هذه نقطة مهمة جدا. ونظام التكييف أيضا موجودة في جميع الغرف وأيضا في الممرات والصالة. نطلع هنا نتوجه نشوف، طبعا عندنا هذا المطبخ ايضا تناسق الالوان فيها جميله، طبعا اللون الخشبي مع الرخام مثل ما انتم شايفين التناسق صاير فيه جميل. ومنها راح نطلع على التراس الامامي، وهنا عندنا التراس جميل جدا. مساحه التراس ما يقارب تقريبا 3.5 في مترين ونص، مساحه كبيره جدا. طبعا الطابق الخامس عندنا الشقة هاي فقط اللي هي غرفة وصالة، وباقي الشقق في الطوابق التحتية نظام كل دور فيها شقتين ما عدا الطابق الخامس فيها شقة واحدة اللي احنا فيها الآن، وفيها التراس الواسع هذا. إطلالة جميلة جدا مثل ما انتم شايفين على البحر، ونقدر نشوف مدرج المطار بحكم اننا نبعد 25 متر فقط عن المطار. وأيضا مثل ما انتم شايفين عندنا الهاي واي، الشارع الرئيسي، تقدروا تشوفوا يعني بشكل واضح المنطقة تعتبر مركزية جدا وقريبة من جميع الخدمات، صايرة تقريبا على بعد 20 متر عن الشارع الرئيسي، وعندنا موقف الباصات اللي تخدم المنطقة بشكل كامل، وإطلالة ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا على البحر. الآن خلوكم معنا نشوف نموذج للشقة اللي هي غرفتين وصالة، تفضلوا شوفوا معنا. طبعا احنا الآن في الطابق الرابع، مثل ما ذكرنا لكم كل دور فيها شقتين عبارة عن غرفتين وصالة. راح نوريكم المصعد، هنا عندنا المصعد. طبعا البنايه عمرها زيرو، بنايه جديده وما استخدمت. تفضلوا معنا عندنا هذا الممر، طبعا ممر جميع الجهات فيها عاملين فيها ورق الحيطان، معطينها ديكور جميل ولونه جدا جيد. تفضلوا معنا نشوف. طبعا هاي شقتين كل واحده غرفتين وصاله. راح نبدا بالشقه اللي على اليسار، مثل ما انتم شايفين نظام الابواب اللي هي الابواب الذكيه تنفتح عن طريق الكارت. اول ما ندخل طبعا عندنا المنطقه هذه اللي نسميها الصاله، طبعا مساحه متواضعه، تقدروا تحطوا تلفزيون وطقم كنب بحيث انه يكون على حرف ال، تقدروا تستخدموا المساحه وتستغلوها بالشكل الصحيح. هنا عندنا نظام اذا حابين تركبوا الغاز الطبيعي مثل ما ذكرت لكم ان التمديدات جاهزه، تقدروا تركبوا جهاز التدفئه وتشغلوا الغاز الطبيعي، او اذا حابين تكونوا على التكييف المركزي اللي هو موجود في جميع الغرف وايضا في الصاله. شوفوا معي الاطلاله الاماميه ما شاء الله تبارك الله، عندنا الجام هذا من السقف الى الارض تقريبا بحيث انها معطيه شراحه للمنطقه ومعطيه ضوء اكثر، وايضا اطلاله جميله على البحر.
وأيضا في نفس الوقت تقدروا تشوفوا مدرج المطار، هبوط وصعود الطائرات بشكل واضح. طبعا هنا عندنا المطبخ مثل المطابخ اللي شفناها، نظام فيها اللون الخشبي مع الرخام، السيراميكا الخلفي أيضا مجهزة بالكامل. طبعا هنا عندنا وحدة التحكم، جهاز التدفئة والتبريد اللي هو التكييف المركزي. هذه الغرفة الأولى، تفضلوا معنا نشوف الغرفة الأولى. أيضا فيها المساحة، يعني ما شاء الله تبارك الله مساحة جيدة جدا. هنا عندنا نقدر نحط سرير اللي هو الشخصين مع كوميدينتين، منطقة هذه مثلا نحط فيها تلفزيون، منطقة هذه نحط فيها مثلا دولاب، يعني صغير تكون كافي للمنطقة. وأيضا عندنا هنا بلكونة، يعني مساحتها متواضعة، مساحة تقريبا مترين في متر ممكن أو أصغر من متر تقريبا، يعني يعتبر شيء صغير مرتب. طبعا جميع المواد المستخدمة درجة أولى، تقدروا تشوفوا الأبواب، عندي الفواصل هاي درجة أولى، واللون فيها تقريبا لون الرمادي، أيضا مناسبة مع لون البوي اللي هي يسموها لون السحاب. وعندنا الليد في جميع الغرف وأيضا في الصالات. هنا عندنا دورة المياه الرئيسية، تقدروا تشوفوها معي بشكل كامل. عندنا الدولاب اللي هي المغسلة بالإضافة إلى كلوزيت، وعندنا الشطافات راكبة أيضا، وعندنا أيضا هنا المروش عاملين فيها الأرضية سيراميك على لون الخشب بحيث أنها تعطي جمال للمنطقة. طبعا هذه الغرفة الأولى شفناها، تفضلوا نشوف الغرفة الثانية. الميزة أيضا مثل ما ذكرت لكم أن كل غرفة داخلها توجد دورة مياه. طبعا هاي الصالة اللي ذكرناها لكم بالتفصيل، تفضلوا معايا هنا الغرفة رقم 2، أيضا مساحة جيدة جدا وفيها إطلالة من الجهتين. أول ما ندخل عندنا إطلالة من الجهة اللي على اليسار، طبعا فيها بلكونة أيضا متر في مترين تقريبا مطلة على البحر. وأيضا الغرفة جاية على شكل L تقريبا، نقدر نحط السرير في المنطقة هذه أو نحطها في المنطقة هذه ونحط الدولاب على اليمين. عندنا هنا الجام أيضا مثل ما ذكرت لكم، الألمنيوم ما شاء الله جودة عالية، وأيضا اللون نفس ألوان اللي هي الجامات العادية، حاطينها اللون الرمادي بحيث أنها تكون متناسقة مع لون الغرفة. الجهاز اللي هي التكييف المركزي أيضا موجود، وهنا عندنا العداد بحيث أن نقدر نغير درجات الحرارة. ما ننسى أنه عندنا أيضا هنا دورة مياه متكاملة، نقدر نشوفها الكلوزيت، وعندنا شطاف، المغسلة بالإضافة إلى المروش بنفس الديكور. طبعا تنسيق الألوان أيضا فيها جميلة جدا. كذا شرحنا لكم نموذج غرفة وصالة، وأيضا شرحنا لكم نموذج غرفتين وصالة. في نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن الفيديو نال على إعجابكم. للمزيد من التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، والمعلومات والأسعار دائما تجدونها في صندوق الوصف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.